إنهم سلاحف النينجا، إنهم سلاحف النينجا، إنهم سلاحف النينجا. أبطال في سلطان سلطان، هم أربعة سلاحف أبطال يحاربون شر ليل نهار، ينقذوننا من الأشرار، يأكلون البيتزا باستمرار. مهما كانت التحديات لم تقفهم المشكلات، سيفعلون ما بالإمكان ليبدو على الشر في كل مكان. القناع الأزرق هو ليوناردو، يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل جاد لا يحب المزاح، مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء، المعلم سبلنتر أعطاه مهارات، يحاربون بها كل العصابات. إنهم سلاحف النينجا، إنهم سلاحف النينجا، إنهم سلاحف النينجا، أبطال في سلطان سلطان.